أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بدور رجال الأعمال والبناء وتحملهم الأعباء والمسؤولية في الظروف الصعبة والدقيقة التي مرت بها البلاد منذ مطلع عام 2011. وقال هادي لدى لقائه اليوم بصنعاء عددا من رجال المال والأعمال من مختلف المؤسسات والبيوت التجارية في اليمن، قال إن رجال المال والأعمال اليمنيين كانوا حريصين على مصلحة الوطن والسير باتجاه التغيير السلمي، وبما أسهم في تحقيق النتائج الطيبة في ظل النجاحات التي تحققت من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل. كما وجه رئيس الجمهورية اللجنة الأمنية العليا ببذل أقصى الجهود من أجل تكريس الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ لتسهيل التنقل التجاري والاستثماري والنفط ومشتقاته، لأن استتباب الأمن ضرورة ملحة من أجل الاستثمار والتطور الاقتصادي بكل أشكاله وأنواعه. أعضاء الغرف التجارية اليمنية قالوا في رسالتهم للرئيس هادي إن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع، باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع.